السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الثاني المتوسط، الأبطال، الأطباء، الضباط. إن شاء الله السنة القادمة جميعكم راح أشوفكم بالثالث متوسط، وكذلك ندرس سوية وخليلكم المادة كلش سهلة. اليوم راح نبلش بالفصل السادس. أعتقد جميع المدارس وصلت للفصل السادس حاليا. أنا كذلك راح أبلش بيه وأخليك تحبه، يعني أخليك جدا جدا تعلق بهذا الفصل لأن هو جدا سهل. يلا تعال. الفصل السادس اسمه الهندسة الإحداثية. الهندسة الإحداثية. جيد، نجي المفردة الأولى اللي ناخذها، الدالة. شنو معناه الدالة؟ شوف، هي علاقة تحديد قيمة مخرج واحد فقط لكل قيمة مدخل. ما افتهم الشي مو؟ تعال بالمثال راح تبين. ينطي هاي علاقة، هاي علاقة، تمام؟ يعني هاي علاقة تدعى علاقة. يقول لي هل تمثل دالة أو لا؟ شوف شو اسوي. هذا يعتبر مدخل معين، تمام؟ يعني نخليه بمكان من بمكان الاكس، نعوض بمكان الاكس، تطلع لي الواي. الناتج هو يعتبر المخرج، يعني هذا مدخل، الناتج يعتبر شنو؟ مخرج، تمام؟ شوف، نجي لمن؟ للواي. راح اخلي الرقم الاول اللي هو هذا الواحد بمكان الاكس، زائد هي بها شنو؟ بها واحد، يطلع اثنين، تمام؟ يعني عوضت واحد مدخل طلع للناتج اثنين اللي هو الواي. هدول نعوض الاثنين، واي يساوي انا الاكس عندي اثنين، خليها بمكان هاي، زائد واحد هذا ثابت ينزل، راح اصل عندي ثلاثة. اجد هذا اقول واي يساوي ثلاثة بمكان الاكس زائد واحد، ايش قال يطلع؟ اربعة. شوف عيني، هسه انت حاليا عوضت قيم اكس اللي هو واحد اثنين ثلاثة اللي هنا هو مطينا اياها، واحد اثنين ثلاثة اللي قيم اكس، ايش طلع لك؟ طلع لك واي اللي هو الناتج اللي يسموه المخرج، اللي طلع لك ناتج اثنين ثلاثة أربعة. من عوضت الواحد طلع لك اثنين، هذا طلع لك اثنين، من عوضت اثنين طلع لك ثلاثة، من عوضت ثلاثة طلع لك أربعة. خلينا نشوفها تمثل دالة لو ما تمثل. شوف، خلي أقول لك شغلة على اليمن على الدالة، خلي أقول لك شغلة على الدالة. إجا الشيخ العموم مال الدوال، اجى الشيخ العموم. هسه راح ناخذ ذني وبعدين ارجع لك على هذا اللي سويناه احنا. اجى الشيخ العموم مال الدوال، اجتمع بيمن؟ بالعوائل كلها اللي تخص عشيرة الدوال. قالهم اللي كل واحد نفر بالعشيرة لازم يتزوج وحدة فقط، يعني يرتبط بوحدة. ما أقبل نفر واحد ما مرتبط، تمام؟ فلو مرتبط بوحدة، لو ممنوع ما مرتبط. قال اللي ما مرتبط شو أسوي لهذا؟ أقول عليه مو من الدوال، مو من عشيرة الدوال. وصلت؟ افتهمتني؟ لو مرتبط بوحدة، لو شنو؟ إذا كان ما مرتبط أعتبره مو من عشرة الدوال، يعني مو دالة، تمام؟ جيد، خلينا نجي لهذا. أو هذا السؤال هو نفسي. تشوف الواحد ارتبط بوحدة بالثنين، الثنين مرتبطة بالثلاثة فقط، الثلاثة مرتبطة بمن؟ بالأربعة فقط. كل وحدة بيهن، كل وحدة بالعشيرة ارتبطت بشنو؟ كل واحد ارتبط بوحده. خوش، وما ظل ولا نفر ما مرتبط،
إذن هذا دالة من 10 الدوال. ها خلص سهل يخبل مو؟ والله يخبل. يلا نجي لهذا، مرات يعطيك اياها هيجي وموجوده عندي كذلك بالكتاب. ايش طريقه يعني؟ هو اصلا مطلع لك النواتج وقبل يعني مباشره، مطلع لك النواتج الرجال وجار لك اسهم الهين، بس يقول لك هاي داله لو مو داله. بعد اسهل، انا اعطيتك هذا الصعب اعتبارا ان تعوض الاكسات، تطلع لك ذن الارقام النواتج وشوف. لا هو بالامتحان يجيك هيش ترتيب، يعني هو جار لك الخط ومطلع لك النواتج، بعد اسهل مو يعني؟ يا شوف شو يقول لك. يقول لك حبي، هل العلاقة تمثل دالة أم لا؟ هل العلاقة تمثل، هي هاي اسمها علاقة وين هاي، بس هي دالة أو مو دالة؟ خلينا نشوف الشروط اللي خلاها الشيخ مو؟ يا نجي أقول له أوكي دقيقة، أقول له حب دقيقة. خو ما تقول له تكتب له حب بالامتحان، لا ما ترهم، هاي بيناتنا شفرات. يلا شوف عيني، هل العلاقة تمثل دالة أم لا؟ نجي للأكسات، كون كل واحدة شنو؟ كل واحد مرتبط بوحدة، كل واحد شنو؟ متزوج وحدة فقط لازم، تمام عيني؟ خوش. وإذا لقيت واحد من عشرة ذني اللي هو بالأكس ما مرتبط، أقول عليه هذا مو دالة، لأن هذا خالف شنو؟ شروط الشيخ العموم. يا الواحد مرتبط بوحدة، خوش. ثلاثة مرتبطة، أربعة مرتبط، سبعة مرتبط بواحد، تسعة مرتبط، كل المرتبطة أو بواحد فقط. إذا إيش بيه هذا؟ دالة أو مو دالة؟ دالة طبعا. العلاقة، شوف أقل العلاقة حتى يكون الجواب نموذج، تمثل دالة. السبب شنو؟ لأن تقول له مال الشيخ، لأن كل عنصر ارتبط بعنصر واحد فقط، يعني كل واحد ارتبط بشنو؟ بواحد فقط، إذن تمثل دالة. أقل العلاقة تمثل دالة. نجي لهذا، الواحد ارتبط أوكي ما عنده مشكلة، الثلاثة مرتبطة بواحد، بواحد فقط، خمسة مرتبطة بالستة، سبعة مرتبطة يعني السبعة متزوجة واحد فقط، خمسة واحد فقط، الأربعة واحد، الواحد اثنين فقط، يعني اللي رقم واحد أقصد مرتبطة برقم واحد فقط، بس التسعة ما مرتبط، هذا خالف العشيرة. يقول لك أنا أريد أبقى أحسب، ما أريد أرتبط. قالوا له غادي أنت مو دالة، أطلع من العشيرة. فش نقول؟ أقول له لا تمثل، دالة لعدم ارتباط التسعة، لأن هذا التسعة ما مرتبط، التسعة بعنصر من المجال المقابل. أقول له هذا اسم، شوف عيني، هذا اسمه مجال، هذا اسمه مجال مقابل. إذا المجال ما ارتبط بالمجال المقابل، أقول له عدم ارتباط التسعة بالمجال المقابل اللي هو هذا، ماكو ارتباط، ماكو سهم، ما متزوج هذا، أعزب يخرج عن العشيرة، عشيرة الدوال. واضح يعني؟ أعتقد انتهى الفيلم بعد حتى ما تراجع وراي، لأن هو افتهمتها عشيرة شيخ وما يقبل، واحد ما متزوج وما يقبل إنه واحد، تمام؟ ما يقبل بواحد ما متزوج، ولازم يقول إنه كل واحد يرتبط بوحدة فقط. سهلة خلصت. نجي هذا ثلاثة، ثلاثة شوف
طبعا شو يقول الشيخ؟ يقول لازم ترتبط بس بوحده، ما يصير ترتبط باثنين، تمام؟ ما يصير ترتبط بمن باثنين، الشيخ يقول بوحده فقط، وما يصير ما تتزوج، لازم تتزوج وحده، وممنوع ما تتزوج، لازم تتزوج بس لازم وحده فقط. جي نجي لهذا، ثلاثة تمام علي؟ هذا ثلاثة متزوج وحدة، سالب اثنين تمام وحدة مرتبطة بوحدة، سالب واحد مرتبط بوحدة اللي هي اثنين تمام، بس بوحدة مرتبط، والواحد هم مرتبط بعدد واحد يعني بوحدة، تمام علي؟ جيد، هذا تمثل دالة، لأن كل العناصر طلع منهن سهم واحد، ما لك علاقة إنه هذا يجل هذا وهذا يجل هذا، ما لك علاقة، تمام علي؟ ما لك علاقة، المهم إنه السهم يطلع واحد فقط، يعني كل واحد ارتبط بوحدة، وصلت؟ جيد، إذا تمثل ما لك علاقة بهذا، تمام علي؟ دير بالك، هو العشيرة هاي عن الاكس ما له علاقه بالواي، الشيخ هاي عشيرتي عيني، هاي منا جاي زوجين من غير عشائر، ها انت هاي عشيره الشيخ مال الدوال، فمنا كلن ارتبطن، هو ما الشيخ ما له علاقه بهذا، كن ذني كلن يطلع منه سهم واحد، ها هذا صحيح ما مرتبط بس انا هذا مو من عشيره الدوال غير عشيره، وصلت؟ تمام؟ جيد. يجوز هذا ثلاثة زيادي. تمام؟ جيد. يلا. نجي لهذا. شوف. الاكس هذا عشيرة الدوال، خلينا نشوفه كل من مرتبط بوحدة، الواحد مرتبط، اثنين مرتبط، ثلاثة. مرتبطة باثنين، الشيخ قال كل من يزوج وحدة شو هذا طالع اثنين ماخذ، اذا هذا شنو؟ هاي وحدة، وشغلة ثانية بعد الاربعة هم ما مرتبط، شغلتين بهذا المثال، اثنيناتن ما يصيرن، لو بس هاي مرتبطة باثنين ما تصير، فوقها الاربعة ما مرتبطة، اذا هذا لا تمثل دالة، اما هذا ايش قلنا؟ تمثل دالة، كل واحد طلع من عدة، فقلت له تمثل دالة لأن كل عنصر هذا بالمجال ارتبط بعنصر بالمجال المقابل. نجي لهذا كلهن ارتبطن إلا ثلاثة متزوج اثنين ما قال المرتب مو؟ إذن هذا لا الشيخ يدربي ولا المرأة، وهاي مشكلة كارثة، شو نسوي؟ هذا نقول له مو دالة نطلع من الأشياء، أقول له لا تمثل، دالة لأن تقول له سبب واحد، أن تقول له مثلا العدد ثلاثة ارتبط شنو؟ لأن العدد ثلاثة ارتبط بعنصرين من المجال المقابل، خلص انتهى. يجيك سؤال على هل يمثل دالة، انت بتجيب حاطة. مستمرين معكم بعد، عندنا مثال صغيروني ومثل هذا الترتيب بس شنو مغير الشكل، ديكور نفسه بالضبط، تمام يعني بس مغير لك فشي بسيط، وراح ينتهي محاضرة قصيرة وانتهى تدال لك لها، وراح تجاوب تحصل درجة كاملة وبهالرقم. هاي مستمرين معكم. طلابنا الأعزاء، أدي نوع آخر من الأسئلة، طبعا نفس الفكرة بس نوع آخر، يصيغ صياغة أخرى، يقول لي إذا كانت مجموعة المدخلات منطين ياهن الأكسات يعني 3 ب5 ب6 ب7 حدد إذا كانت العلاقة تمثل دالة أم لا، نفس الترتيب دالة أو مو دالة،
بس منطق على شكل شنو ازواج مرتبه، يقول لك ار يساوي يعطيك رقم برقم رقم برقم، هذا اسمه زوج مرتب. شلون اعرف هل داله لو مو داله؟ شوف شو تسوي شباب. تقول لك تن اكس انت اعطيتني اياه اللي هو ذني 3 5 6 7. الواي اني من خلال ذن راح اعرفه 3 بجذر 3 بجذر 3 يعني المن يروح جذر 3، 5 بجذر 5 يعني 5 هنا جذر 5 يعني الواي راح اعرفه من خلال شنو العدد الثاني، 6 بجذر 5 يعني 6 6 بشنو بجذر بجذر 5 اللي هو هذا نفسيته. زين بعد عد السبعة ما مرتبط، ايش قال الشيخ؟ قال لازم كل واحد يرتبط بوحدة فقط من الجانب الآخر. زين إذا ما يرتبط ما يقبل الشيخ، وإذا ارتبط باثنين طلع أخذ اثنين أسهم طلع من عنده اثنين هم ما يقبل الشيخ. إذن هذا ما مرتبط، شو أقول له؟ أقول له لا تمثل دالة لأن الشيخ راح يخليك خارج العشيرة الدوال، لا تمثل دالة. ليش؟ يقول لك والسبب لأن السبعة لم يرتبط بعنصر من المجال المقابل، لأن هذا شو اسمه مجال مقابل، تمام عيني؟ هذا اسمه مجال مقابل. نجي لهذا R2 مطين همين، يقول لي دالة لو مو دالة؟ أقول له تدلل، بس دقيقة اصبر لي. أقول له الأكس أنت مطين إياها فوق اللي هي شنو؟ 3 5 3 5 6 7. أقول له الواي راح أعرفها من خلال الزوج المرتب اللي أنت مطين إياه. الواي 3 راح تتجذر 3 يعني هاي عرفتها، 5 راح تتجذر 7 يعني عرفتها، 6 ما قايل لي عنها مو، 5 راح تتجذر 6 يعني الخمسة مرة راح تتجذر 7 مرة راح الخمسة المن تتجذر 6، شوف راح تتجذر 6. السبعة وين راحت؟ جذر 5 يعني 7 تروح جذر 5. عندي شغلتين تخليني اقول عليهم مو دالة. اول شيء انه هذا مزوج اثنين بدون علم العشيرة ولا قال لزوجته، الشيخ ما يدري انه مزوج اثنين درة، راح يقول له انت مو من ضمن الدوال يعني انت مو دالة، هاي خلص. اكو شغلة ثانية انه تدل على انه مو دالة، هذا لم يرتبط، فانت تقول له قل له لأن الخمسة ارتبط بعنصرين لا تمثل دالة، لا تمثل دالة لأن العدد خمسة ارتبط بعنصرين، شوف طلع من عنده اثنين، ارتبط بعنصرين من المجال المقابل. خلصت وانتهت الدالة. ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتشق لنا لايك حتى نستمر وياك نكمل لك الفصل، ونقول ان طلابنا الجاي يقرون ورانا، تمام عيني؟ وان شاء الله نكمل السابع ونرجع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس بأسهل الطرق. مع السلامة.